بنرحب بحضراتكم معنا مرة تانية، بجد تحياتي للدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية. وكان كلامنا، ويمكن معلش هنعيده أو هنأكد عليه، كنت بكلم مع دكتور إبراهيم وقت الفاصل إنه هل في إلزام؟ إيه اللي يخلي التاجر يروح طوعا كده للبورصة، يقول لك طب ما أنا بره كده حر والسعر اللي على مزاجي وأشوف التجار وأشوف الأعلى، بدل ما أدخل في البورصة يبقى في منافسة ويبقى الأسعار برضو يعني ما هيش قد كده. فدكتور إبراهيم قال لي معلومة برضو مهمة جدا، حضرتك برضو تقولها لنا، إزاي نشجع التجار للانضمام للبورصة؟ هو يعني حضرتك محقة بالفعل، وصدر قرار من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية لكل من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ان مشتريات الجهتين دولت تتم عبر البورصة المصرية للسلع. فمين الاكبر مشتري في الدولة؟ الحكومة. فمين اللي عايز يتعامل مع الحكومة؟ التجار. طيب عشان يتعاملوا مع الحكومة هناك آلية جديدة، وهو ان يكون عضوا في البورصة المصرية للسلع ويتم تكويده، ياخد كود ويبتدي يعرض بقى البضاعة بتاعته بالكم والسعر والمواصفات التي تتوافق مع طلبات البائع، طلبات المشتري. مين المشتري في هذه الحالة؟ الحكومة، اللي هي الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية. إنما عشان أقدر إن أنا أعرف الناس بالبورصة وأقعد مع التجار كل في اختصاصه، يعني قعدنا مع تجار الدواجن، مع تجار بيض المائدة، مع تجار الذهب. ده اللي ان شاء الله هيطرح هو كمان في البورصة؟ ان شاء الله. يعني كل التجار السلع والشعب، الاستراتيجية، الحاجات اللي فيها مغالاة، اللي اكثر هي استهلاكا اساسية وفيها كميات بيعية. انت عارف حضرتك احنا بنستهلك بقى في هذه السلع الكثير، مش كده؟ فبالتالي كان لزاما ان يكون هناك اداة جديدة في منظومة التجارة لضبط الاسواق وتنظيمها. الحقيقة كان توجيه فخامة الرئيس في 2017 لمعالي وزير التموين والتجارة الداخلية هو تنظيم منظومة التجارة. فبدأنا بالمناطق اللوجستية، طرحنا المخازن الاستراتيجية للقطاع الخاص، والنهاردة انتهينا مع الفرنسويين في أسواق جملة لإقامة أسواق جملة من الجيل الثالث، والنهاردة كمان بنشهد أول طرح للبورصة المصرية للسلع بسلعة القمح. الرز، الرز يا دكتور، ده من السلع اللي تم دراستها ان شاء الله، يعني يكون هناك توجيه ان هو يتم طرحها بيعا وشراء على البورصة المصرية للسلع. اطمن حضرتك بقى النهاردة، النهاردة تقدم 31 مطحن بطلب شراء، ودي نسبة كبيرة جدا. المطلوب كان او اجمالي الكميات المطلوبه لشرائها من هيئه السلع التموينيه ما يصل الى 22000 طن، ده في جلسه واحده. والنهارده البدايه، عندنا جلسه تانية يوم الاربعاء ان شاء الله. كل اسبوع هيكون في جلستين، تو سيشنز، والعرض يا اما بيبقى اوكشن يا اما بمزايدات ومزادات او بتبقى ببيدنج بنظام شراء مباشر. فاحنا ابتدينا بنظام الكلوز بيدنج. يعني ايه كلوز بيدنج؟ يعني النهارده المشتري او اللي عايز يشتري الاقماح بيخش على المنصه بتاعه البورصه المصريه للسلع، يحط الكميه اللي هو طالبها والسعر اللي هو جاهز يشتري بيه.